ولا شك في خفاء الشرك في بعض صوره، والدليل على هذا أنه يقع فيه أناس لا يدرون أنه شرك حتى ينبه عليه، كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحلف بغير الله نبههم صلى الله عليه وسلم على أنه شرك، وأكد قول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك من هذه الأقوال التي قد يقع فيها الموحد وهو لا يشعر. وهذا يدل على أن تبيين الشرك وتوضيحه من أبلغ ما يكون في الأهمية، وأنه لا ينبغي أن يكف عنه الدعاة إلى الله عز وجل أبداً، بل إن الداعي الصادق في دعوته الذي هو على منهج سوي هو الذي لا ينقطع أبداً عن الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك. أما من يدعو تاركاً هذا الأصل العظيم الذي بدأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدعو على بصيرة، والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن المقرر المعلوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد فصل الله تعالى الخصمة بينهم وبين أقوامهم، فبين تعالى أن كل نبي من الأنبياء فإنما يأتي بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه قالها جميع الأنبياء، ولهذا قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من معانيه وهو في هذه الآية معناه المعبود من دون الله إذا كان راضيا. وأخبر تعالى أن هذه هي دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم مبينا الخصمة بينه وبين كفار قريش: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقالوا أيضا: أجعل الآلهة إله واحدا. فهذه هي الخصمة الكبرى بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين المشركين، وهذه الخصمة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدعاة إلى الله على هدى وعلى بصيرة يركزون على أمر التوحيد والتحذير من الشرك بشكل مستديم دائم لا يكفون عنه نهائيا. ولأجل ذلك من دلالات صحة منهج الداعي إلى الله العناية بالتوحيد، هذه العناية التي ذكرنا، والعناية بالتحذير من الشرك. أما إذا كان يدعو إلى الله عز وجل حتى لو اجتمعت عليه الملايين، وهؤلاء الملايين يقعون في الشرك ولا يعرفون التوحيد، فلا شك أنه يدعو على غير بصيرة وأنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو البلاء والداء الكبير الذي حل في الأمة بسبب عدم التركيز على التوحيد، ولأجل ذلك تتفرق الفرق وتتولد أيضا، يعني لا تكون المسألة فقط وجود فرق، بل هذه الفرق تتشكل وتتلون وتتعدد، لأنه إذا ابتعد عن التوحيد فلا تسأل عن أنواع الضلال. فمن هنا كان من الأهمية بمكان التركيز على التوحيد والتحذير من الشرك.